بالتأكيد تطور وعايزة أحسن و لكن أسئلة يعني مهمة جدا جدا إن احنا نلاقيها أجوبة أو نلاقيها إجابات. بقى لنا 3 سنين بندور على التطوير، 3 سنين مرة تلفزيون 3 بوصة ومرة حكم ورا الجول هنا أو حكم ورا الجول هنا، لكن مفيش تغيير. وفي حكام بتروح المنفى، أحمد حمدي رغم إن أنا علي اعتراض كتير جدا جدا على أدائه في مباراة طلع الجيش، لكن راح ملطة. ليه شريف رشوان ما راحش ملطة؟ ليه عبد العزيز السيد ما راحش ملطة؟ ليه أمين عمر ما راحش ملطة؟ ليه محمد الحنفي ما راحش ملطة؟ والنهاردة تحديدا تحديدا حلقة في منتهى 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 الأهمية، لأن كتير جدا 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 بنعيش كذبة وبنعيش حاجة ونصدقها، إحنا بنصدقها عشان كلمة الحق ما بتطلعش، وكلمة الحق لو اتأخرت شوية يعني الكذبة بتنتشر بتنتشر وتنتشر وينتشر وينتشر وينتشر. النهاردة وأنا بعد للحلقة أو امبارح وأنا بعد للحلقة قعدت أتفرج على 3-4 مثلا ساعات 5 ساعات عشان أجيب حاجات تحليلية تحكيمية من 3-4 سنين بس، من 3-4 سنين بس. قعدت تقريبا من الساعة 8 لحد حوالي الساعة 3 الصبح، فكرتني والله بأيام كابتن مدحت لما كان عايش في مودرن، يعني من 8 لحد الفجر، يعني كانت دي أكتر. هي دعابة كابتن مدحت مش توطيع والله، هي دعابة. يعني قعدت أطلع في حالات حوالي 7-8 ساعات حالات تحكيم بس ما بين القطبين الأهلي والزمالك. كابتن